نشتغل بقى في دي على التكتشر شوية علشان ما نطولش اكتر من كده، الموضوع طول مننا شويتين. هروح هنا هحط كيرفيتشر تمام، واعمل الت اكس. انا عامل شورت كات الت اكس عشان اوصلها للاوتبوت. افتكر نص كبير شوية، ممكن بوينت 2 هيبقى انسب، انسب كتير. بس زي ما احنا شايفين احنا مش عايزين الايدجز منتظمة قوي كده. احنا عملنا ده 100% هنلاقي ان الايدجز منتظمة قوي. انا مش حابب ده، فاحنا ممكن ناخد نويز تمام ونشوف النويز بشكل عامل ازاي شكل المنظر ده. طبعا عايز اقل من كده بكتير، فاروح للنويز هزود شوية كومبلكستي. كوردينيتس هزود شويه السكيل، عايزه بالمنظر ده، يمكن عايزه اصغر كمان تمام. عايزه اصغر كمان من كده لان انا عندي مساحات ضيقه قوي. بعد كده هعمل كلامب للكالرز، هودي ده كده شويه واجيب ده كده شويه تمام، بحيث يبقى عندي الكلامبنج ده. ده كده بالنسبه للنويز. ممكن هروح اجيب، مش ممكن، انا هروح اجيب تيكتشر. التيكتشر دي هاخدها من تيكتشرز واخدها من ماسكس. ناخد واحده الكونتراست فيها عالي، دي كويسه. بس انا فاكر ان في واحده تانية عندي اظرف واحسن. تمام اوبن. بس لو احنا عملنا الت اكس ووريتها لكم هنا كده هتلاقوا شكلها ما يعلم بالله ربنا. تمام طبعا ما ينفعش اساسا ببصله، خلاص مش باينه اصلا. الاول هنخلي دي انيبل عشان نشوف الكالرز اللي ما بتخشش هنا تمام. بس عشان نظبط التكتشر دي انا هحط هنا تراي بلانر. تراي بلانر استخدمها على طول لو انت بتشتغل شغل ماسكات زي ده. ودي تراي بلانر مع مع الاوت بوت، وودي دي مع التايلنج ايمج اهي. سواء على هي اكس كفايه، بس يعني بحب اوصلهم كلهم وعلى زد وواي محتاجه، واي محتاجه تمام، وعلى واي تمام. لازم يقلوا عن كده شويه عشان يقلوا عن كده. حلها في التراي، في التراي بلانر نفسها في السكيل تمام. بلند ماونت زوده شويه عشان يبقى البلندنج اظرف. هنا دي سنسيتيف جدا، دي من بوينت 1 من 100 لبوينت 2 من 100 تمام. كده كده تمام. بص لو طلعت مثلا لبوينت 5 5 5 بقت بمنظر زي ده تمام. طب هو انا محتاج دي؟ محتاج ان انا اجيب كومبوزيت كلر كومبوزيت تمام، وهوصل دي بالاوتبوت، وهخلي النويز هو البيس كلر ودي هي البلند كلر، والاثنين هيبقوا مالتي بلاي. ليه مالتي بلاي؟ عشان عايز الاسود تمام، عشان عايز الصورة تبلند مع النويز. افتكر انا لو عكست طيب افضل، نخلي دي البيس كولر ونخلي دي البلند كولر. فعلا كده كده افضل، كده افضل كتير. ولو رحنا للنويز هنا ودينا في، انا فاكر ان كان في هنا ديستورشن في النويز نفسه، ديستورشن جميل. في الكوردينيتس افتكر الجلوبال سكيل مش هنخسر حاجه لو زودناه شويه، لان فعلا محتاجين اضيق من كده. كده زي الفل، كده احنا عملنا الماسك تمام.
كده احنا عملنا المصري. ممكن لو زودنا ده على فكرة السكيل ده ناخد حاجات شبه السكراتشات كده زي ما انت شايفين. خلصنا من ده الماسك بتاعنا. طب الماسك ده هي ماسك مين او هيشتغل مع مين؟ مع الكيرفيتشر. بس قبل ما نشتغل مع الكيرفيتشر عايز الاول اشوف هنا لو انا زودت كده ممكن اوصل لفين من غير ما اثر على الاوبجكت ده. انا كده بقيت بلر. افتكر لغايه هنقول 2، لحد 2 وهتبقى كويسه. بعد كده الاوبجكت هيتبهدل مني. تمام. طيب يبقى انا كده عندي من اول بوينت 1 لغايه 2، صح؟ جميل. تعالوا بقى نروح هنا، وفي عندي بتاع ده نود اسمها تشينج رينج، مش كلر تشينج رينج، لا عندي تشينج رينج. تشينج رينج دي فايدتها بتاخد اوتبوت مينيمم وماكسيمم، وبتطلع بتاخد انبوت مينيمم وماكسيمم، وبتطلع اوتبوت بمينيمم ماكسيمم ماكسيمم تاني. تمام. فهنشوف ده اهي انا عايز اخد عايز اديلها هنا، اشيل بس الاخت دي من هنا. تمام. و عايز اديلها هنا الكيرفتشر. لا مش هديلها الكيرفتشر، هديلها الكلر كومبوزيت. هاخد دي واحطها في الانبوت، مفيش حاجه لغايه دلوقتي. روح بقى للكلر كومبوزيت. الكلر كومبوزيت واخده مينيمم 0 ل 1 اللي هو الالوان بتاعت النويز. لكن اقول له لا، انت هتطلع لي نيو رينج مينيمم 0 زي ما انت، لكن الماكسيمم رينج اللي هو اخر قيمه احنا شفناها هنا. تمام. ده هيبقى بوينت 1. اخر قيمه احنا شفناها هنا، احنا قلنا الاوبجكت هيبوظ بعد 2، صح؟ يبقى انا هاخد دي هنا واقول له 2. ممكن اقول له زيد من 2 على فكره، ان شاء الله تقول له 20 خلاص، او اخليها مثلا 4 عشان اوريكم بتعمل ايه. طبعا كل ما تزود ممكن تديك ابيض خالص، بس مش مهم. يعني مثلا لو انا حطيت هنا فرضا 20، بص هتروح مني الابيض، بس طبعا 20 مش هتنفع، فانا هقول له مثلا 3 بلاش 2. بص بقى لما ناخد ده اهي وكنترول هنا الراديوس بتاع الكيرفتشر. بص لما تاخد الكيرفتشر توديه للسيرفس، بص الكيرفتشر بعمل ايه؟ بقى في حتت داخل جوه الاوبجكت، حتت تانية على الايدجز، حتت تالتة مش عارف في لطشات كده جوه، فهيدي رياليزم تحفة. خلاص. طبعا اقدر من هنا لو انا خليت دي مثلا 20، طبعا مش هتنفع، بس بصوا. فانت من ده بتتحكم في مينيمم وماكسيمم الراديوس بتاع الكيرفتشر عشان تحط الشرق الخدوش مكان ما انت عايز. طبعا مش عايز 20، انا كل اللي انا عايزه بس 3 بس، اكتر من كده مش محتاجين. خلاص كده جهزنا الماسك. التكتشر التانية ولا فيها اي حاجة، مجرد ماتيريال عادية خالص. تمام. عايز بس اروح كده شوية واجيب الاوتبوت كده شوية. خلاص. بصوا بقى عشان ننظم دنيتنا دلوقتي، احنا عندنا دول الكيرفتشر ده والاخت دي ودي ودي كده، دول كلهم كده. لا مش انت، دول كلهم كده بيمثلوا الماسك في البيزك. روح اقول له ان دول مثلا ياخدوا الكلر ده كلهم، يعني ياخدوا نفس الكلر. خلاص عشان تبقى انت بس منظم نفسك. اما حاليا فعادي، يعني دي الديسبليسمنت ما علينا منها، دي ما علينا من دي التكتشر الاولانيه الاساسيه بتاعتنا. اما ده اهي فهتبقى التكتشر اللي المفروض تعمل الميتال او الشايني ميتال. الت اكس. تمام. وهقول له البريسيتس، هقول له خد الايرون عشان ما نقعدش نهرب نفسنا كتير. بس في الروفنس هقول له لا، انا مش عايز روفنس، او عايز روفنس قليل. كتير قوي السامبلز دي. جي جي اكس، او ممكن مش عارف البتاع الجديد ده معرفش اسمه ايه. تمام. الفرنيل تايب هقول له خليهولي اي او ار
عشان اتحكم انا في الاي ار زي ما انا عايز، هخليه هنا 15، عارف انه عالي بس انا عايزه عالي فعلا، والروفنس مش عايزها عالية. تمام، فانا عايز حاجة عكسة بالمنظر ده. كولر كده كده مفيش كولر اصلا، لان ديفيوز ويت معمولة بزيرو. عندي ايه هنا تاني؟ ما عنديش هنا اي حاجة تاني. تكر جي جي اكس احسن واسرع. زيرو، مفيش معدن، مفيش معدن بزيرو روفنس، مفيش حتى الازاز نفسه. المهم كده خلصنا من خلصنا من التكتشر دي ولا في اي حاجه. طب ازاي بقى احنا هنبلند ده اهي ودي تظهر من تحتها كخدوش على الاطراف؟ اهو ماتيريال بلندر عامل زي اللايرز. تمام، عامل زي اللايرز. هاجي هنا واقول له ان دي البيز لاير، وهاجي هنا وهاجي هنا واقول له والله ان ده اهي لير 1. طب الماسك اللي احنا كنا بنلعب فيه البخت من شويه ده، بس خلاص. تمام، ناخد بقى ده اهي الت اكس وهتشوفوا بقى عامله ازاي. لو خدنا بالنا بقى من الاطراف هنلاقي ان الاطراف هتبقى مخربشه بس مش باينه قوي. طيب عشان تبان هروح هنا هقول له رامب، هاخد رامب دي عامله شبه نفسي يعملوها زي ارنولد اللي هي الرامب فلوت جامده. تمام، خلينا ناخد دي الت مع اكس ومؤقتا بس، او مش مؤقتا، هو احنا فعليا هنوصل الكيرفتشر بيها اساسا. شيل الكيرفتشر من هنا. طبعا الرام اول ما تنزل تنزل بالمنظر ده لانها نازله السورس بتاع حي وبي، لكن انا اقول له خليها الت. بصوا كده هي الخدوش ما بانتش عشان الابيض مش ابيض قوي. بصوا لما نزود دي ابيض بقى ابيض فعلا، ولو احنا رحنا للتشينج رينج وقلت له في جنرال بدل 3 خليها 2 هنلاقي شفتوا المدى بيقل. يعني انا هنا قدرت اتحكم اعمل كلامب او ازود زي ما انا عايز. ارجع للرامب وهزق الرامب شويه كمان وكده بقت ابيض فعلا. بكده بقى لو انا خدت الرامب دي وديتها للماسك وخدت دي رجعتها للسيرفس هنلاقي الخرابيش او تحديدا التكستشر ده اهي هتبدا تظهر. نستنى شويه لغايه ما تخلص وارجع لكم. زي ما احنا شايفين اهو ادت رياليزم حلو قوي 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 للموضوع نفسه. طب كده احنا خلصنا من ازاي نعمل حاجه زي دي بالديسبليسمنت بتاع ريتشفت. في طريقه تانية بالديسبليسمنت السينما نفسه. تمام، في الحاله دي انا هاجي هنا وهشيل ده. تمام، نستنى شويه لغايه لا مش هستنى اصلا، وهاجي هنا ريتشفت اوبجكت دي هشيلها مش هحتاجها. هروح ل displacer وفي الشيدنج هاخد displacement map no على طول. تمام، لو رجعنا هنا وعملنا كده
هنلاقيه من المنظر ده. تمام. displacer الهايت هقول له 70 برضو. تمام. فهلاقي من المنظر ده. لو انت عايز تشتغل بده ما فيش مشكلة. لو انت عايز تشتغل بالديسبليسر ما فيش مشكلة. عايز تشتغل بنفس التكتشر بتاعت او ديسبليسمنت ريدشيفت برضو ما فيش مشكلة. يعني اللي يعجبك اللي يعجبك اشتغل بيه. تمام. ده بالنسبة ليه الطريقة التانية او ازاي احنا نشتغلها جوه سينما 4D. في طريقة نشتغلها في الافتر. في طريقة نشتغلها في الافتر. لو احنا قفلنا دي ورحنا هنا لافتر افكتس ورحنا عملنا كومبوزيشن جديدة ورحنا هنا لكنترول واي مليمير دبل كليك واخد دي. مش عارف هو عندي عندي تراب كود مير. تمام. ده طبعا الشكل بتاعه في تراب كود مير. افتكر والله اعلم في فراكتال. هنا فراكتال تايب مالتي ريجيد سموث ريجيد مالتي سموث ريجيد. خلينا في ريجولر اللي هو الامبليتيود زي ما هو. لكن فينا حاجه اسمها امبليتيود لاير. امبليتيود لاير دي هياخد دي يعملها ديسبليسمنت. طبعا دي محتاجه بسم الله محتاجه سكيل فظيع يعني. تمام. فنعمل لها سكيل. يعني ثمانية بوينت سيفن ظريفة. نقفل دي ونروح للمير وهاجي انا اقول له ال displace. بس ده بقى اولا محتاج ان في الجيومتري نفسه عدد السايز ده مثلا هنخليه 600 في 600. طبعا انا كده مش هشوف ديتيلز اصلا. تمام. بس افتكر ان في هنا حاجه كنا بنقفل. التسليت مش عايزه ريجولر او تراينجلز اسف عايزه كوادر انجلز. ابتدي نتيجه اضرب شويه. تمام. الفيرتسز على اكس وواي وزد مش هينفع طبعا الكلام ده. فخليها مثلا بتاع 800 في 800. الامبليتيود بزيرو. لا زيرو. خليه 50. فريكوانسي فريكوانسي بزيرو. طبعا احنا كده لو احنا عملت دي حتى 80 هلاقي ده هيعمل. لو رحنا هنا لكاميرا حلوة ماشي وناخد دي ونقوم قلبين ده كده هنلاقيها بالشكل ده. انا فاكر ان ده كان فيه ده كان في البتاع كان في امبيانت اوكلوجن يعني على ما افتكر يعني. كان في امبيانت اوكلوجن. كان في امبيانت اوكلوجن. مش فاكر كان فين بالظبط. انا هفتح ده كله لان انا فاكر ان ده كان في اي او فول اوف. مفيش
density. طب خليها فونج. تمام اهو اون. طب ماشي هخلي دي density. انا بقولت برضو كان في اما في دايدر 1 انا معرفش ده ايه ده مش عارف. طب اون بس قفلت لود ليه كده؟ طيب نوت انف ليه؟ غريب. هشوف المشكله دي وارجع لكم. تمام معلش كانت منه. هو كان عامل مالتي سامبلنج ب8 طبعا عاليه قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان يظهر كويس الشيدر كان دنسيتي تمام زي ما هو كده كويس قوي. فتحت طبعا عملته دايتر 1 في دايتر 2 والله ما عارف فرق بينهم ايه بس خلينا على دايتر 1. طبعا الريديوس ده مش هنزوده قوي عشان ما يروحش منه لكن وبرده مش هنقلله قوي عشان ما يبقاش شارب قوي. فاحنا عايزين نخليه قرب بس الايدجز. هنا افتكر 8 او 12 افتكر كويس. ممكن تغير من دنسيتي تخليه فونج خلاص لو انت حابب تعمل حاجه زي الموديل كده. بس يعني عايز تزود الانتنسيتي زود الانتنسيتي زي ما انت عايز ده لو انت حابب يعني. تمام خليها كده ظريفه. نروح للاير نيو لايت. تمام خلي ده حاجه تاخد بلوش كلر وخلي بوينت خلي سبوت. تمام كات شادوز بالشكل ده بيفرق قوي ال بيفرق البتاع ده بيفرق جامد. كمان دايما انا بحب اخلي اي لايت بيبقى له تارجت بحب اخلي زد بصفر. تمام وبعدين اشتغل بعد كده على واي عشان ابقى عارف راسي من رجلي لان فعلا ما بعرفش راسي من رجلي. تمام اروح ايوه كده كده ببقى عارف انا رايح فين وجاي منين وزد فين. تمام بس اهو انما غير كده هتلاقيني ولا فاهم حاجه او ما بقاش فعلا ما بقاش عارف راسه من رجله. يعني ايه هنعمل دي 100 عشان تهدى شويه. ممكن نعمل كنترول دي بي تاني صفر تاني صفر تاني صفر برضه. تمام هاخد بقى اكس ده اوديه كده واي زد يبقى فوق كده. تمام ايه وده هيبقى مثلا 50 وهديله مثلا color orange. تمام حاجة كده مثلا. حد واخد باله من حاجة؟ انا هفضل الف حوالين نفسي في الكاميرا دي. كنترول الت شيفت واي اف 4 3 دي. خد يا عم كمرتك ار ولف. اوبس هي هتلف ازاي؟ ايوه لفها لي كده. سي اوب وخش لي كده. تمام تمام طبعا بقى لو احنا رحنا هنا للمير
الفيرتشز 1500 في 1500 زي ما انتم شايفين. شفتوا كل ما هتزود كل ما هتبقى الديتيلز تحفه، حاجه بالشكل ده كده. الاي او حاسس ان عمل شبه الطين، هنخليه ب10 تمام. راديوس هخليه ب20 مثلا، بس بصراحة من غيره ولا في اي دبس خالص. بس افتكر كده احنا اشتغلنا كذا طريقة للموضوع ده. على فكرة مير من الحاجات اللي فيها من البلوجنز اللي فيها شغل جامد على فكرة، فيها شغل جامد وفيها كلام كتير، فيها كلام كتير جدا. نصيحة يعني، نصيحة لو عايزين تجربوا فيه فعلا جربوا على في يوتيوب. في شوية تيتوريالز كويسة في المير، فيعني بصوا عليها وشوفوها، لان فعلا هو ممكن يعمل حاجه كويسه. بس اهم حاجه يبقى عندك كارت شاشه عدل، لان فعلا المير من البلوجنز اللي محتاجه فعلا كارت شاشه تقيل. فعموما ده كان كلامنا على ازاي بنعمل displacements. مره اتكلمنا على اننا نعملها على اننا نعملها على سينما تمام ماشي، ودلوقتي اتكلمنا على اننا نعملها على افتر. طبعا يعني طبيعي سينما هتبقى اظرف، فانت حر، عايز تعملها هنا اعملها، عايز تعملها هنا زي ما انت حابب. خلاص انا وريتك الطريقتين، نفس اللي احنا قلناه على التيكت شاز في ريدشيفت. زي ما يمشي على ريدشيفت هيمشي على ارنولد، هيمشي على اي ريندر انجن. واشوفكم على خير.